السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطعة عن أبو العلاء المعري. طبعا احنا خدنا قطعة قبل كده عن طه حسين لما كان متأثر بأبو العلاء المعري، ذلك الكاتب المؤلف كاتب اللزوميات الشهير، في كتاب اسمه اللزوميات، رجل فيلسوف زاهد متصوف. الرجل ده كان موجود في عصر انتشر فيه الفساد والرقص والغناء، فابتعد عن الدنيا وقفل على نفسه، أصابه مرض جعله لا يستطيع الرؤية، كان كفيف يا أولاد، يعني شبيه لطه حسين. فكان طه حسين بيحاول يتشبه في كل شيء. أبو العلاء المعري الذي ولد في بلدة تسمى معرة النعمان، تعال نشوف أبو العلاء المعري. هو أحمد ابن عبد الله بن سليمان التنوخي، ولد في ربيع الأول سنة 363، يعني ده معناه أنه في العصر العباسي، عصر المتناقضات، حيث كانت بغداد في ذلك العصر مكان للزندقة والخلاعة والمجون والعربدة والعبادات الغريبة، وفي نفس الوقت كانت كعبة العلم والعلماء. كانت بغداد كعبة العلم والعلماء، إذن هي وجهان لعملة واحدة. فهو الراجل ده كان موجود في هذا العصر، فبعد قال لك أبتعد عن الفتن والاضطرابات وأقفل بابي على نفسي، لكن ده ما منعش أن طلاب العلم يروحوا له من كل مكان في العالم يحاولوا يستفيدوا منه أو ينتقوا منه العلم ويأخذوا منه العلم. تعال نشوف، ولد في معرة النعمان من أعمال حمص ما بين حلب وحماة، يعني فين؟ يعني كان موجود في سوريا حاليا. أنت مش قلت في بغداد؟ بقول لك بغداد هي عاصمة الخلافة العباسية. هو كان موجود في العصر ده، وزمان ما كانش في حاجة اسمها دولة كذا ودولة كذا، كان اسمها الخلافة العباسية، كل ده بلد واحدة. وإليها ينسب، واشتهر بكنيته أبي العلاء، وأسرته تنحدر من قبيلة التنوخ، إحدى القبائل العربية الجنوبية. وما أن بلغ الرابعة من عمره حتى اعتل علة الجدري، قالوا مرض الجدري اللي هو طبعا في العصر الحديث دلوقتي عرفوا يلاقوله لقاح أو علاج، وذهب فيها بصره. يبقى إذن هو اتعمى على سن 3 سنين. طه حسين لما اتعمى أولاد اتعمى على ما قبل 3 سنين بشهرين كده أو شهر، يعني طه حسين أصابه العمى نهائيا على سن 3 سنوات تقريبا، لكن ده 4 سنين. وكان يقول لا أعرف من الألوان إلا اللون الأحمر، إلا اللون الأحمر، لأني ألبست في الجدري ثوبا مصبوغا بالعصفر، والعصفر ده لون أصفر. طب إزاي يرى اللون الأحمر؟ هو بينعكس في الرؤية لما كان عنده مرض الجدري، خلاه يرى اللون الأصفر أحيانا بينعكس إلى اللون الأحمر بسبب المرض اللي كان عنده، فهو بيقول لك لا يتقن إلى اللون الأحمر، لا أعقل غير ذلك. رحل إلى بغداد، أهو رعش في بغداد في أواخر سنة 398، يعني هو تولد 363، يعني كان عنده كم سنة تقريبا؟ حوالي 35 سنة، وبقى بها نحو سنة وسبعة أشهر. وكان من أسباب عودته منها سريعا نشوب خصومة بينه وما بين المرتضى العلوي، وده أحد العباسيين، أخي الشريف الرضي. الشريف الرضي ده كان كاتب وشاعر برضه، بسبب تعصبه للمتنبي لأنه كان بيحب المتنبي أكتر منه، وأيضا كان قد وصله خبر بمرض أمه، فعاد عجلا متسرعا ووجدها قد لبت نداء ربها، يعني ده معناه أنها كناية عن الموت، كناية عن الموت. وأخذ نفسه منذ ذلك التاريخ في سنة 400 بحياة زاهدة. إذن موضوع موت والدته خلاه يغير كل مفاهيمه في الحياة. كان لموت والدته تأثير كبير جدا عليه، جعله يغير مفهومه للدنيا وللحياة، ابتعد عن الدنيا كلها وانشغل بحاجة واحدة، هي الزهد والتصوف والعبادة والقراءة والكتب وتأليف الكتب. وكان ذكي جدا يا ولد، يعني بيقول لك كان يتقن لغات كثيرة بالسمع، يعني لدرجة أنه كان يلعب شطرنج وهو أعمى. هتقول لي ازاي؟ يعني هي مبالغات، لكن البعض قال انه بيلعب شطرنج ونرد، نرد اللي هي الطاوله، على الرغم من انه اعمى. ملازما داره وبلدته لا يبرحها، يعني لا يتركها، 3 سجون احاطت قضبانها به. ادي التفصيل بعد اجمال، يعني ده الاجمال، ده التفصيل. سجن روحي في جسده، الالم والحزن، سجن الدار، السجن الفعلي، سجن الفقد للبصر انه كفيف، سجين داخل الظلام. وظل يفرغ نحو 50 عاما لنظم اللزوميات، ودي مجموعة كتب كان بيألفها، ولتأليف كتبه الكبرى. ومنذ حبس نفسه في داره أصبح ملاذا لطلاب العلم، ملجأ. ملاذ يعني إيه؟ ملجأ في العالم العربي، فهم يغدون عليه ويروحون، طباق يغدون ويروحون في الغدو والرواح، يعني يجوا ويرحلوا، يأخذون عنه كتب الكتب والشروح، وبالمثل الدواوين والشروح. يبقى زي ما كان بيألف كتب كان بيألف قصائد شعر.
وكثير من كتب اللغة، وفي مقدمتها كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام. يعني ده معناه أنه هو كان بيشرح الكتاب ده، كتاب غريب الحديث، يعني راجل بيألف كتب لغوية، بيألف كتب دينية وفلسفية وشعر. وكان أبو العلاء المعري آية خارقة في الذكاء. طبعا آية يا أولاد جمعها آيات، وليها جمع تاني آي، ونكشف عنها في آيي. كان أبو العلاء المعري آية خارقة في الذكاء وقوة الحافظة، قوة الحفظ. ليه بقى؟ حتى قالوا أنه كان يلعب النرد والشطرنج، وإذا سمع حديثا بلغة غير العربية حافظه بحذافيره، يعني من أوله إلى آخره. هو هنا ليه ما قلتش الغير عربية؟ قال لي كلمة غير لا تدخل عليها الألف واللام، ياريت تحفظ المعلومة دي. لا يمكن دخول كلمة غير، دخول الألف واللام على كلمة غير. ثم أن كلمة غير لا تأخذ التعريف من غيرها. شفت البلوى السوداء؟ كلمة غير لا تتعرف ولا تأخذ التعريف من غيرها. غير العربية، يعني ده معناه أن غير هنا ليست معرفة، هتقولي معرفة بالإضافة، لا تعرف بأل ولا تأخذ التعريف من غيرها. طيب غير العربية حفظه بحذافيره، وقد تحول يعب ينهل منها يشرب منها، ده اطناب ترادف، الاثنين بمعنى واحد، يعني هو بدأ يشرب من ثقافات العصر حتى استوعبها جميعها، سواء المترجم عن اليونانية تفصيل من فلسفة وغير فلسفة، أو المترجم عن الفارسية والهندية، فكل ذلك مضاف إلى الثقافتين تفصيل بعد إجمال الإسلامية والعربية. وذلك الذي تمثله حيا خصبا يرفعه إلى أعلى منزلة، عكس الخصب الجدب، عكس الخصب الجدب. يتمثل صاحب التراث الإنساني جميعا، بحب جميع أنواع الثقافات. يشيع ينتشر أن أبو العلاء في أشعاره حيرة، ينتشر في أشعاره حيرة، طبعا عشان كفيف، والإنسان الكفيف دائما هتلاقيه متشائم وعنده نوع من أنواع الحيرة، تتراءى ظلالها في اللزوميات عكس الظلال الحرور. في اللزوميات دي مجموعة كتب، مما جعل بعض القدماء والمعاصرين يقولون إنه كان يشك في كل شيء ويتخذ الشك عقيدة له، لدرجة أنه أحيانا كان يشك في الدين. دي صعبة قوي، يشك في الدين. ما هو أنت عندك الدكتور مصطفى محمود بعد أن وصل إلى درجة عالية من العلم وصل إلى موضوع الشك. أنت عارف أن الشك ده أعلى مراتب الإيمان، يعني بس يبقى شك عن علم، يعني انك تسأل نفسك سؤال معين، مثلا هو ليه ربنا خلهم خمس فروض مش ستة؟ حقك تسأل، لا تعترض. ليه احنا بنصوم في شهر رمضان مش شعبان؟ دي امور بتوصلك الى العلم في النهاية، وبتوصلك الى الايمان الحق. فهو كان حاطط مبدأ الشك عقيدة لي، بس شك عن علم، شك عن جهل. كما اتخذه السوفسطائيون ويسلطه على ما حوله حتى على الديانات، واقترن ذلك عنده بالزهد والتقشف والعيشة الخشنة، هذا التقشف ولبس الملابس الخشنة، وهو فيهما يصدر عن الإسلام وروح الإسلام. يعني الإسلام يدعو إلى عدم الجري والاندفاع وراء متاع الدنيا. وحقا كان متشائما تشاؤما عميقا، طبعا حقا دي مفعول مطلق، كان هو متشائما تشاؤما عميقا يملأ حنايا، مفرد حنايا ايه؟ قال لي حنية، مفرد حنايا حنية نفسه، اللي اي حاجة منسنية في جسم الانسان، اي انسناء في جسم الانسان، في تضاريسه انسناءات انحناءات. ولكن كان لا يزال يومض له، يعني يلمع له بريق الامل في رحمة ربه وعفوه. ولعل ما اسلفنا من الحديث، ما اسلفنا يعني ما قدمنا من الحديث، يوضح في إجمال كيف كان أبو العلاء فيلسوف إسلامي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وكيف أن فلسفته كانت تقوم على التشاؤم الحاد، طبعا بسبب كفيف أهو فقد بصره، وإلى ما أطبق على المجتمع في زمنه من شرور ومن حكم فاسد، كما ترد إلى إحساسه العميق بآلام الإنسانية التي ملأت قلبه لوعة، يعني حزين على الناس، مما جعله مفكرا إنسانيا عظيما يهتم بآلام الآخرين ويشعر بعذابات الفقراء وذوي العهد. الأسئلة، أبو العلاء المعري
بقول لي هاد دليل على أن وفاة والدة أبي العلاء غيرت مجرى حياته، إني يعني موضوع وفاة والدته غير مجرى حياته. أخذ نفسه بحياة زاهدة خشنة، ملازما داره وبلدته لا يبرحها، زل يفرغ نحو 50 عام لنظم لزوميات مش يدي السبب. منذ حبس نفسه في داره أصبح ملاذا مش يدي السبب، تحول يعب وينهل من ثقافات العصر. لا، لكن هي أخذ بحياة زاهدة خشنة، ملازما داره لا يبرحها، بعد وفاة والدته. ميز مما يلي الشخصية الأقرب للمستوى العلمي لأبي العلاء المعري. البحتري ده شاعر، البحتري شاعر. الإمام محمد عبد وأحمد شوقي، طبعا أحمد شوقي ده شاعر. أنت عندك البيروني وعندك الإمام محمد عبده. محمد عبده ده مصلح اجتماعي، مصلح اجتماعي، لكن اللي كان زيه الناس بتروح تستفيد منه وتاخد عنه العلم وكان ليه طلاب كتير جدا هو البيروني. البيروني ده مؤلف عربي، كان جغرافي ممتاز وبيعرف لاتيني لاتيني وهندي وفارسي، معظم اللغات القديمة كان متقنها، وكان عبقرية علمية ليس لها مثيل. اسمه البيروني، يبقى هو أقرب ما يكون إلى البيروني. جنسية أبي العلاء، طبعا مصري حجازي سوري عراقي، احنا قلنا اتولد في حمص، ولاد حمص دي سوريا. ميز مما يلي الفقرة التي تدل على موسوعية أبي العلاء. موسوعية انه هو يعني عارف في كل حاجة. ولد تعال نشوف الموسوعية بتاعته كانت فين، هنلاقي الفقرة اهو. اصبح ملاذا لطلاب العلم، يعودون عليه يأخذون عنه الكتب. طب نشوف الفقرة. وكان أبو العلاء المعري آية خارقة في الذكاء وقوة الحافظة الإسلامية والعربية والفارسية والهندية والمترجم والفلسفة وغير الفلسفة. إذن الفقرة رقم 4، أدي الفقرة الأولى، أدي الثانية، أدي الثالثة، أدي الرابعة. يا أولاد كان أبو العلاء آية خارقة في الذكاء وقوة الحافظة، حتى قالوا أنه كان يلعب النرد والشطرنج، ثقافات كثيرة جدا والفلسفة والفارسية والهندية. يبقى الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، يبقى احنا هنختار هنا الفقرة الرابعة. ولد أبو العلاء المعري مبصرا ثم كف بصره. هذا القول رأي ولا حقيقة ولا ادعاء ولا زعم؟ طبعا هذا حقيقة، اتولد مبصر وبعد كده كف بصره بسبب مرض الجدري. ما معنى يسلطه على الشيء؟ حتى احنا اقول لك يسلط كلابه على الاخرين، يبقى ايه؟ يطلق الكلاب، يبقى يسلط يعني ايه؟ يطلق. ما علاقة قوله حتى استوعبها جميعا، لغاية ما استوعبها جميعا؟ طبعا دي نتيجة لما قبلها. إلى لقاء في درس قراءة جديد. طيب الدرس الثاني، من العجز أن يزدري المرء نفسه. احنا خدنا القطعة الأولانية والدرس الأولاني وعرفنا بيتكلم عن ايه. الدرس الثاني احنا زي ما اتفقنا في كل مقطع 2 من القراءة، قطعتين قراءة. القطعة دي بتتكلم على أنه من العجز أن يزدري المرء نفسه. لا تحتقر نفسك، لا تشعر نفسك بالدونية والقلة، لا تشعر نفسك بأنك غير قادر على تحقيق ما يستطيع تحقيقه الآخرين. ما تقوليش أنا ما أقدرش أدخل كلية كذا، لا أنت تقدر، لأنه ما فيش إنسان أضعف من إنسان وإنسان أزكى من إنسان، بس في إنسان بيشتغل على نفسه كويس وفي إنسان بينام ويبقى خامل وقاعد على القهوة كل يوم ويجي يقول لك أنا هعمل إيه آخر السنة. فهو كأنها قطعة تحفيزية من قطع القراءة اللي بتساعدك إزاي تذاكر في ثانوية عامة وتبقى إنسان ناجح في حياتك، لأن النجاح في الحياة ليس بالكلمات إنما هو بالأفعال في الدرجة الأولى. لا تجعل من نفسك مسخة في يد الآخرين، لا تجعل من نفسك إنسان ضعيف يقال عنه أنه غير قادر على تحقيق ما يريده. إزاي؟ بيقول لك من العجز ومن القلة أن يحتقر المرء نفسه. يبقى يزدري هنا معناها يحتقر، والمرء معناها الإنسان وجمعها رجال، فلا يقيم لها وزنا. وأن ينظر إلى من هو فوقه من الناس،
نظر الحيوان الأعجم إلى الحيوان الناطق. يعني أنت وبتبص للطالب الشاطر اللي بيجاوب مع الأستاذ في المحاضرة، فبتيجي تقول لنفسك هو ليه بيجاوب وأنا ما بجاوبش؟ طب هو لأ، ما أنت اللي عملت كده في نفسك يا باشا، أنت اللي وصلت نفسك للمرحلة التي تنظر بها إلى الآخرين أنك أقل منهم قدرا. لأ، وعندي أن من يخطئ في تقدير قيمته مستعليا خير من من يخطئ في تقديرها متدليا. يعني من يخطئ في حقه فيشعر أنه عظيم أو أنه ذكي خير من الإنسان الذي يقلل من نفسه فيجعل من نفسه غبيا حقيرا. يعني ده معناه أن الغرور أحسن من التواضع؟ لا، أنا ما بقولش كده، لكن الكاتب قصده إيه؟ لو أنت أخطأت في حق نفسك بالغرور أفضل لك من أن تحقر من قدر نفسك بالدونية والقلة. طيب، يبقى فإن الرجل إذا صغرت نفسه في عين نفسه يأبى لها من أحواله وأطواره إلا ما يشاكل منزلتها عنده. يعني لو هو حقر من نفسه سينظر دائما إلى الأشياء الحقيرة، وإذا أعلى من نفسه تراه دائما ينظر إلى الأشياء العظيمة، فتراه صغيرا في عمله، صغيرا في أدبه، صغيرا في مروءته وهمته. والمروءة عكسها النزالة. صغيرا في ميوله وأهوائه، أهواء معناها عواطف ومشاعر ومفردها هوى. صغيرا في جميع الشؤون والأعمال، فإن عظمت نفسه عظم في جانبها كل ما كان صغيرا في جانب النفس الصغيرة. طيب، دي الفقرة الأولى. يعني إذا أعليت من قدرك نظرت إلى العالي، وإذا نظرت إلى الدوني الحقير فإنك دائما ستقلل من شأن نفسك وتجعل من نفسك دونيا حقيرا. إذن هي نظرة الإنسان إلى نفسه، إما أن تجعله يسعى نحو القمة وإما أن تجعله يسعى نحو الفشل والضياع. كثيرا ما يخطئ الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس وبين الكبر وعلو الهمة. يعني في ناس تقول لك التواضع وصغر النفس هو العكس الكبر وعلو الهمة. لا يا بابا، التواضع شيء وصغر النفس شيء، الكبر شيء وعلو الهمة شيء. يبقى هنا أنا عندي موقفين وموقفين، في إنسان ننظر إليه نقول أنه متواضع وإنسان تاني صغير النفس، لازم نفرق ما بين الاثنين دول. يبقى صغر النفس دي حاجة سيئة، لكن التواضع شيء جميل. علو الهمة حاجة جميلة، لكن الكبر حاجة سيئة. فيحسبون المتزلل المتملق، كلمة المتملق في اللغة تعني المنافق، المتملق المنافق. طيب، الدنيء متواضعا، ويسمون الرجل إذا ترفع بنفسه عن الدنايا الصغائر. يا أولاد، دنايا يعني صغائر، ومفردها دنية، مفردها دنية. وعرف حقيقة منزلته من المجتمع الإنساني متكبرا، وما التواضع إلا الأدب، ولا الكبر إلا سوء الأدب. فالرجل الذي يلقاك متبسما متهللا ويقبل عليك بوجهه ويصغي إليك إذا حدثته ويزورك مهنئا ومعزيا ليس صغير النفس كما يتخيل البعض، بل هو عظيم النفس. طبعا كلمة بل هي حرف من حروف الإضراب والاستدراك في وقت واحد، يعني هي إضراب واستدراك في وقت واحد، لأنه وجد التواضع أليق بعظمة نفسه فتواضع، والأدب أرفع لشأنه فتأدب. طيب، القطعة الفقرة اللي بعديها، فإن بلغ الذل بالرجل ذي الفضل أن ينكس رأسه للكبراء ويترامى على أيديهم وينافقهم على أقدامهم لسما وتقبيلا، ده إطناب ترادف لأن الاثنين بمعنى واحد، ويتبدل بمخالطة السوق والغوغاء، إطناب ترادف بلا ضرورة ولا سبب، ويكسر من شتم نفسه وتحقيرها والتقليل منها ورميها بالجهل والغباء. وعمل زي انت لما تروح تقول لنفسك انا غبي، والله اقسم بالله ده انا غبي، انت كده بتقلل من شأن نفسك. لو انت صدقت ان انت قليل الشأن فبالفعل ستصبح قليل الشأن، وان وضعت وزرعت في داخل ارض نفسك انك عظيم الشأن ستتحرك دائما في هذا الاتجاه. طول عمرك هتفكر في الحاجة الكبيرة العظيمة. يعني اقول لك ايه بالبلدي، حط في دماغك دايما، قول انا على سن 24 سنة هعمل كذا. اي نعم الهدف كبير، لكن ارميه ارميه حطه قدامك كده وانت هتتحرك على هذا الهدف. لكن لما تيجي حاطط لهدف تروح تقول لي انا اخري انا بفكر ادخل معهد المطرية، انا بفكر ادخل مش عارف معهد ايه، يبقى انت كده فعلا مش هتدخل اكتر من معهد. دائما يفوز باللذات كل مغامر، يفوز باللذات كل مغامر.
ويقصر من شتم نفسه وتحقيرها ورميها بالجهل والغباوة ليكون متواضعا، ده مش متواضع، ويبصبص برأسه بصبصة الكلب بذنبه، عامل زي الكلب، ده تشبيه، بيشبهه بالكلب، ليكون متأدبا ويجلس في مدارج الطرق جلسة البائس المتسول للقعدة اللي كده دي عارفينها أولاد. فهذا إنسان بطبعه يقلل من شأن نفسه ويمشي مشية الخائف المبلس، مبلس اللي هو المختفي، حتى إبليس لأنه يبلس يأتيك مختفيا، فكلمة مبلس يعني إيه؟ مختفي غير ظاهر. فاعلم أنه صغير النفس ساقط الهمة، لا متواضع ولا متأدب، ده مش متأدب. في فرق بين الأدب وصغر النفس. إن علو الهمة إذا لم يخالطه كبر يزري به، يعني يحقره ويدعو صاحبه إلى التنطع وسوء العشرة، كان أحسن زريعة، يعني أحسن سبب يتزرع بها الإنسان إلى النبوغ في هذه الحياة. يبقى علو الهمة بدون تكبر، والتواضع بدون صغر النفس، هو ده المطلوب. جمع الحياة حيوات طبعا، وليس في الناس من هو أحوج، أحوج يعني أكثر احتياجا بمعنى أعوز إلى علو الهمة من طالب العلم، لأن حاجة الأمة حاجة نكشف عنها في حوجة، وجمعها حاجات وحاج، حاجات وحاج. الأمة إلى نبوغي أكثر من حاجاتها إلى نبوغي سواه من الصانعين والمحترفين. يبقى إذن نبوغ طالب العلم أفضل أنواع النبوغ، لأنه أحسن من نبوغ الصانعين والمحترفين. وهل الصانعون والمحترفون إلا حسنة من حسنات العلم، جزء من أجزاء العلم وأثر من أثاره، بل هو البحر الزاخر الذي تستقي منه الجداول والغدران، مفرد الغدران طبعا غدير. يعني عايز أقول لك أكتر حد في الدنيا المفروض يبقى عنده الهدف العالي وعلو النفس هو طالب العلم. فيا طالب العلم كن عالي الهمة، ولا يكن نظرك في تاريخ عظماء الرجال نظر يبعث في قلبك الرهبة والهيبة، الرهبة يعني الخوف، فتطاءل وتتصغر كما يفعل الجبان المستطار، مستطار يعني مزعور، حينما يسمع. طبعا أحمد شوقي قالها مستطار إذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرسي، مستطار يعني مزعور مفزوع، حينما يسمع قصة من قصص الحروب أو خرافة من خرافات الجن، وحذاري أن يملك اليأس عليك قوتك وشجاعتك في يوم من الأيام، فتستسلم استسلام العجز الضعيف وتقول من لي بسلم أصعد عليه إلى السماء حتى أصل إلى قبة الفلك فأجالس فيها عظماء الرجال. أسلوب إنشائي، نوع استفهام غرضه الإحساس بقلة النفس. لا، لا تشعر بهذا الإحساس يوما، أنت في تلت ثانوي لازم تحط في دماغك وفي حياتك هدف إن أنا في يوم من الأيام هبقى إنسان كبير جدا. مين من الرؤساء أو رؤساء الوزراء أو رؤساء الجامعات أو أعضاء مجلس الشعب ما كانوا في يوم من الأيام ناس زيك بالضبط قاعدين على المقعد كده وبياخدوا العلم في ثالثة ثانوي وقدروا يحققوا حياتهم؟ فما تقوليش أنا مين عشان أبقى زيهم، أنت في لقطة كده ممكن تحقق كل حاجة في حياتك. الهدف أن تضع في نفسك هدفا وبالتالي ستصل إليه أيا كانت الظروف والصعوبات، ده الحاجة اللي أنا أعرفها. كتير من الناس يا أولاد كانوا في أسفل السافلين في الحضيض، لا يملكون من قوت الدنيا شيئا إلا المأكل والمشرب، وفي يوم من الأيام بأصحاب شركات. أنت تقدر تبقى واحد منهم؟ الله يخليك، اوعى تقول لنفسك أنا مش هقدر أعمل حاجة. أنت تقدر، أجيب لك قرص من الصيدلية ولا إيه؟ في إيه يا عم؟ ده أنت أسد بسم الله ما شاء الله، ده أنت ربنا أدك عقل وعينين وبق ودنين ودراعين وكفين. زميلك اللي هيدخل طب وهندسة ده مش أحسن منك في حاجة، اتعب شوية، تعال على نفسك شوية. هما تبقى من الزمن القليل، تبقى 4 شهور على الامتحانات، تقدر تبقى أحسن واحد في الدنيا. تنظم نفسك، جدول، هدف، ضغط على النفس، تبص للناس اللي حواليك اللي محتاجينك، باباك ومامتك أخواتك، هتقدر تعمل حاجة. وفي النهاية يعطي الله سبحانه وتعالى كل إنسان على قدر تعبه. انت تعب واترك الباقي على الله، وسيتيح لك الله سبحانه وتعالى مكانا يعني أجدر بما تعبت فيه، بغض النظر الكلية اللي تدخلها ايه. انا ضد كلية برضو زي ما بقولك كده طب وهندسة، ضدهم والله، لان ممكن ربنا يكون رايد لك الخير في كلية انت مش في دماغك خالص، يعني مش في دماغك خالص الكلية دي، وممكن المنصب اللي انت هتوصله ملوش علاقة بالجامعة بتاعتك خالص، بس ربنا هيجازيك على قد تعبك. انت تعبت، اتعب وانت هتلاقي الخير. دي نصيحتي الأولى والأخيرة ليك، واترك ما تبقى على الله، افعل ما عليك واترك ما تبقى على الله. طيب تعال نشوف الأسئلة. مرادف المستطار يقول أحمد شوقي مستطار إذا البواخر رنت،
أول الليل أوعوت بعد جرسي مستطار إذا البواخر رنت. أول الليل أوعوت بعد جرسي مزعور، يبقى كلمة مستطار معناها مزعور. بما يمكننا أن نحكم على شخص ما من عمله، من حاله، من ظاهره، من أسلوبه. طبعا إحنا ممكن نحكم على إنسان من الأسلوب بتاعه، لو إحنا لقينا أسلوبه في تواضع أو في علو الهمة فأقدر أحكم عليه، لكن مش من العمل بس، لأننا ممكن واحد يبقى شغال شغلانة حقيرة تافهة من وجهة نظرك يعني، لكن هو إنسان في طبعه فيه الخير الكثير وفيه النجاح الكثير، إذا من الأسلوب. السؤال اللي بعده، طبعا أنا شغال بعمل كده كل شوية لأن أنا بردان، معلش الجو الشتاء بقى. السؤال اللي بعده بيقول لي ما علاقة صغر النفس بالتواضع؟ صغر النفس للحقارة والتواضع. قال لي الناس بتلتبس معنى الكلمتين فيتخيلوا ان الانسان اللي هو نفسه صغيرة او حقيرة بالانسان المتواضع، ده مش تواضع ده ضعف. يبقى كده ما بين الكلمتين التباس، يعني فهم خاطئ. ميز من ميال البيت الذي يتناسب فحواه مع المغزى الضمني للمقال. وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في خمول تواضعي. يعتقد ده اللي واضح جدا ان هو بيتناسب معها، بس هنكمل. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يعني لو حسوا في بطنهم انهم مجرد بشر ممكن يموتوا في اي لحظة ما استشعروا الكبر شبان ولا شيب. طبعا دي مش ماشية مع الدرس. ما بال من اوله نطفة وجيف اخره يفخر، بيتحدث عن حقارة اصل الانسان، او مش حقارة اصله، يعني انه ليس من شيء عظيم حتى يتكبر كل هذا التكبر. رمنا الفخار فنلنا منه ماشينا، لما مشى في طريق المجد ماشينا. رمنا الفخار يعني احنا طلبنا الفخر، فنلنا منه اللي غزنا او اللي ايه يحقرنا او يخطئ في حقنا او يقلل من شأننا. يبقى الفخر دائما لن يوصلك الا الى الحقارة، برضو ما لهاش علاقة بالدرس. دي اللي لها علاقة بالدرس، احسن حاجتين انك تبص على انسان قدره عالي وفي نفس الوقت متواضع. ما الذي يتوافق مع علو الهمة؟ الترفع عن الناس والتكبر عليهم؟ لا. التناغم مع النفس؟ لا. المصابرة؟ عزلة الاعتزاز بالنفس. دي غلط دي غلط دي غلط، يبقى دي اللي صح، المصابرة والصمود في الحياة. ما الذي أفاد استخدام الكاتب للحرف بل؟ طبعا بل احنا قلنا تفيد الإضراب والاستدراك. ما الذي يدل عليه ازدراء الإنسان لنفسه؟ انه ازدراء الناس للانسان لنفسه يعني احتقار الانسان لنفسه، يبقى عدم تقدير الذات. حبيبي كان معكم اخوكم حمادة الكاشف، الى لقاء في درس قراءة جديد، وارجو من الله ان نكون قد وفقنا في تخفيف درس القراءة. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.